بدايتي في التصوير نفس بداية الكل، بداية كهواية تدرجت فيها شوي شوي، لما قمت أعطي دورات صرت مدرب تصوير الحمد لله. بعدها توجهت إلى العمل خاص وعمل في شركة تختص في التصوير المعماري الداخلي والخارجي. بالنسبة للتصوير المعماري يعتبر تصوير يعني غير متوفر أو مو شائع نفس باقي التخصصات في التصوير، فيعتبر شبه يعني مو نادر، نقدر نقول شبه نادر. تخصصت بهالمجال لأن بالهواية أنا أصور المعماري كآرت أو كفن معماري، وتحولت إلى التصوير المعماري الفعلي أو المطلوب مثل الشركات أو الفنادق أو الأمور الأخرى المتعلقة في التصوير المعماري. بالنسبة لي أول شيء كهواية للأمانة يعني كان في شغف، وتعلم التصوير كان وايد كبير بالنسبة لي، إلى شوي شوي تدرجت إلى التدريب ثم إلى إنشاء الشركة. كان في فكرة موجودة بيني أنا وصديق محمد السعد بخصوص أن نحول الهواية إلى إنشاء شركة تختص في التصوير المعماري، فكان تحدي للذات، التحدي صار أكبر. طريقة الخبرة تغيرت من التعامل كأفراد إلى التعامل كشركات، كل هذه بالنسبة لي تحدي وحلو الواحد يشتري ذاته من إنشاء عمل حر خاص فيه. هو إن شاء الله يعني ماكو عوائق، بس إنه في مشكلات تصير إنه لما واحد بينشئ مثلا شركة خاصة أو عمل حر، ممكن من الأشياء اللي تصير إن الدراسة ما تكون صحيحة للمشروع، فلازم أنت إذا عندك مشروع يفضل إن أنت تدرس المشروع، تشوف الوجهات النظر، تسأل أهل الخبرة بالمشروع، زائد مشروعك يختص حق أي فئة، فالمعلومات كثر ما جمعت معلومات وسويت دراسة حق مشروعك العوائق للمشروع راح تقل معك. الحمد لله الدعم وايد كبير بالنسبة لدولة الكويت، إنشاء المشاريع متناهية الصغر فعلا ناسب جميع الفئات. بالنسبة حق التصوير، بالنسبة حق المبرمجين وايد فاننا، لأن احنا ما نحتاج مثلا مكتب أو مثلا مكان معين علشان نقابل العملاء، فالأمانة هذا الشيء وايد سهل علينا، وايد ناس خذت راحتها بهالأمور، يعني عقبة كانت وايد كبيرة لنا، والمشروع هذا المتناهية الصغر فعلا فعلا فادني على تأسيس مشروعي بالتصوير. بالنسبة للعالمية طبعا في اكثر من طريقة، وفي اكثر يعني كل مشروع يحتاج طريقة معينة عشان يوصل العالمية، بس اهم شيء ان انت الكواليتي مالك يكون عالي، الجودة تكون عالية، البحث، الدعاية والاعلان، شلون انت تعلن عن نفسك، شلون انت تنافس الشركات العالمية، هذه كلها لازم تتواجد علشان شوية تطلع يعني من يكون الوضع محلي الى الوضع انه يكون دولي، فالمنافسة لازم تتطلب جهد اكبر، تطلب مثلاً دعاية، تطلب مثلاً خبرة، وأنصح أن أي شخص مثلاً بيطلع مثلاً برا الكويت يعني أنه يكون شيء عالمي يحاول يسوي دراسة كثر ما يقدر، يرد على نفس الجملة، يسأل أهل الخبرة، لأن الاستشارة وايد راح تفيد وايد راح تفيد يعني أهل المشاريع بخصوص مثلاً مشروعهم اللي موجود، ودراسة الجدوى أيضاً أو الدراسة بشكل عام وايد راح تفيدهم أنه يطلع مشروعهم من محلي إلى العالمي. بالنسبة لي أقرب صورة عندي وأتوقع أن كل المصورين الكويت عارفين هي صورة الغبار، كانت في سنة 2015 صورت مدينة الكويت بظروف معينة، بظروف السراية، فكان تصوير معمار مدينة الكويت مع السراية كانت داشة عليها، فمن هني كنت أنا أساساً يعني متخصص بأكثر من مجال، كنت أول أحب أكثر من مجال اللي هو مثلاً لاندسكيب، أحب الستريت، بس هذه تعتبر نقطة تحول لي لما صورت المدينة بشكل معماري مع الظروف الجوية، شوي شوي بديت أركز على التصوير المعماري أكثر وأكثر، إلى أن يعني تخصصت فيه بشكل رسمي، إلى إنشاء شركة، إلى الحمد لله يعني التوفيق من رب العالمين أن إلى الآن مع التصوير المعماري يعني وشايف نفسي أني متواجد فيه. بالنسبة للمشاريع طبعا المشاريع هي مختلفة والمشاريع وايد كبيرة، بس أنا أفضل أن كل شخص يعني أرد على موضوع أن الدراسة مهمة، كل شخص لازم يعرف حتى أن التارجت ماله أو الهدف، أن أنا مثلا مشروع يختص هل بالشركات، هل يختص بالأفراد، هل يختص مثلا
فئة معينة من الناس أو مثلاً عمر الشباب أو جميع الأعمار، فهذه الأمور كلها يعني تحدد مشروعك بشكل أكبر أنه يكون ناجح. يعني العقبات هذه ممكن تواجهك أنه عقب ما تسوي المشروع تنصدم شيء معين، الصدمة هذه اللي راح تجي لك أساساً ممكن كنت تتفاداها بالدراسة اللي حاصلة. فهذه النصيحة يعني الحاب اللي أقدمها أن حاول تسوي دراسة كاملة عن مشروعك بشكل عام عشان تتفادى العقبات بالنسبة للمشروع، أو ما تنصدم فيها عقب ما تأسس وتخلص تنصدم أن والله الظرف هذا طلع لي وأنا ما قدرت أتفاداه، ممكن الخسارة تكون أكبر. تقليل الخسائر بالمشاريع بالدراسة بشكل مفصل. طبعاً في مجالي في التصوير نصيحة للمصورين بالأخير، يعني لا أحد يقلل من قيمته، أنت بالأخير شايل أغراضك، تعبان، دارس، فإذا بتتصور أنت كمصور تجاري لما تصور حط القيمة اللي فعلاً تساوي تعبك. حتى الناس لو بتنزل السعر أو أياً كان حاول تثبت على سعرك، لأن سعرك يمثلك أنت، يمثل تعبك. فحاول أن قيمتك اللي تحطها لا تتنازل عنها مهما كان، ما يخالف حتى لو تروح منك مثلاً، يعني يمكن أنه ما تتوفق مثلاً باتفاق أو اتفاقين، ولكن بالنهاية يعني راح تشتري نفسك وبيك رزقك إن شاء الله. بس اثبت على اللي انت فيه، لا تنزل بالسعر، لا تطيح من قيمتك، حاول نفس الوقت حاول أن القيمة تكون يعني يعني متساوية مع الطلب اللي موجود، هذا أهم شيء يكون موجود. يعني ما أدش مثلاً بسعر عالي فوق على بنا ما أنزل بقيمتي طبعاً، ولكن حط القيمة اللي موجودة أحد يكاسرك فيها، لا ترضى، لأن هالشيء راح يمثلك أنت، يمثل تعبك، لا أحد يساومك على نفسك. هذا أهم شيء، يعني أهم نصيحة عندي أن أقدر أقدم. النصيحة اللي حاب أقدمها الثانية أن كل شخص خلي يركز بتخصصه علشان يقدر يعطي أكثر. التركيز التخصص بالنسبة حق المعلومات كل يوم قاعد تغير، كل يوم أبديت جديد، التكنولوجيا صايرة جدا سريعة، التركيز بتخصصك راح يميزك ليه قدام. إذا أنت كمصور يعني خصوصا إذا كنت تجاري أو أن مثلا عندك شركة رحت على أكثر من تخصص، ممكن هالشيء راح يكون سلبي عليك، ممكن يرد عليك بشكل يعني سلبي بشكل وايد كبير. فحاول تركز تخصص معين، تتميز باسم معين، حتى بالسوق لما ينادونك مثلا فلان مصور معماري أو مصور أكل أو أيا كان يجيلك على الاسم نفسه. فحاول تركز على تخصصك، زائد لا تدش على تخصص ناس غيرك، ممكن أن أنت تمحي اسمك بسبب أن أنت تفشل في تصوير معين. فحاول تميز بتصويرك، حاول أن بالأخير أن يعرفونك باسمك على تخصصك. هذا الشيء، هذه نصيحة ثانية حاب أني أقدمها.